السلام عليكم طلاب مرحلة ثانية، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير، يا رب يحفظكم. طلاب، راح نبلش بهذا الفيديو بالمحاضرة الأولى بالكورس الثاني، طبعا اللي هي محاضرة راح تكون رقم 7 من بداية السنة إلى حد الآن. طبعا باعوا قبل ما نبلش، أنا سويت يعني المنهج مالتكم أنتو بالأصل هو عبارة عن 15 شابتر. احنا كل سنة شو نسوي؟ ناخذ 8 بالكورس الاول و7 بالكورس الثاني. فاحنا بالكورس الاول اخذنا 6 شابترات، يعني لغيت لكم 2، وهسه بالكورس الثاني راح ناخذ 5 شابترات. فيعني التوتال مالتكم كله راح يصير كلش قد 11 من 15، يعني لغينا تقريبا حوالي 4 شابترات، وهذا يعني اكثر شيء نقدر نلغيه، لان وراها يعني ما راح تقدرون تكملون، لان يعني اغلب الشغلات راح تحتاجوها بمرحله يعني ثالثه ورابعه ان شاء الله من تعبرون المرحله الثانيه. تمام طلاب؟ فاحنا والله قللنا الماده ايش قد ما نقدر، وبالاتفاق يعني مع مدرسه الماده الصباحي، واحنا وياكم مو عليكم، وراح نوضح لكم هسه يعني بهاي الفيديوهات المحاضرات، واي شخص عنده استفسار مثل الكورس الاول عادي يقدر يتفضل يسال، وايضا راح نبلغكم بهوم وركات وبعض الامور. طبعا اكو تفاصيل بعدين انا اوضح لكم اياها بالقناه، اللي هي التقارير وغيرها والاعمال اليوميه والكوزات وغيرها من هاي الامور. هاي التبليغات تصير عن طريق القناه. حاليا راح ناخذ المحاضره، طبعا المحاضره راح نحاول وقتها يكون يعني اقل ال 45 دقيقه، ونبسط بيها الشغلات المهمه. تمام، وانا قلت مثل ما قلت لكم بعدين بالقناه مالتكم راح انزل لكم الشيتات ومثل الكورس الاول. طبعا مثل ما تعرفون مثل ما اخذنا بالكورس الاول، عندنا المحاضره يعني الشيت مالتنا المنهج، وعندنا فتش بي دي اف اللي هو توضيح وياه. هاي يعني اصبحتوا تعرفوها الطريقه. تمام، فاحنا محاضرتنا لهذا اليوم اسمها تايم ديلي اند كاونتر. تايم ديلي اند كاونتر، التايم ديلي والكاونتر واللوب، يعني هاي كلها راح ناخذها بمحاضره اليوم. طبعا التايم ديلي اللي هو وقت التاخير. وقت التاخير شنو معنات وقت التاخير؟ خل نجي نوضح لكم هنا مثلا مثال. باعوا مثلا اني شنو، مثلا اني شنو عندي فد ايعاز معين، عندي فد ايعاز معين، موف غير الموف، فد ايعاز معين المهم، او فد شيء او ريجستر، هذا الايعاز اريده يتكرر، اريده يعيد نفسه فد 5 مرات، اريده يعيد نفسه فد 6 مرات، اريده يعيد نفسه 20 مره. هيك حاله راح احتاج لوب. هو هذا معنى اللوب. اللوب يعني معناته شنو؟ انه انا عندي تكرارات. زين، الكاونتر تعرفوها العدادات، واتوقع العام مرحله اولى همين اخذت موضوع الكاونترات اللي هي بماده اللوجيك، انه عندي عداد مثلا يعد لي ارقام بال 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 مثلا 0 1 2 الى اخرها، وبالعكس اب او داون وهكذا. في بعض الاحيان انا مثلا شنو دا انفذ برنامج رئيسي، وهنا عندي برنامج فرعي، وبعدين ارجع للبرنامج الرئيسي. زين، انا اثناء تنفيذ هذا البرنامج الرئيسي وصلت قول للبرنامج الفرعي، انا ايش احتاج؟ احتاج فالديلي تاخير، اقول له للبرنامج الرئيسي اوقف، اروح انفذ هذا البرنامج الفرعي وبعدين ارجع لك. تمام، فهذا شيء يصيحوله وقت التاخير، التايم ديلي. فالتايم ديلي هو شنو؟ يعني انا فد شيء اريد ااخره على مود اروح انفذ شغله ثانيه، او ادخل بلوب، او اسوي لي كاونتر. نفس الشيء باعوا هسه مثلا انا عندي ساعه الكترونيه، خلنا نفرض ساعه الكترونيه، العفو مو يعني ساعه ديجيتال، خلينا نفرض، او 7 سيجمنت او الى اخره، او عداد اعتيادي. مو عندي مثلا صفر، الصفر هيك هو طبعا، مو هذا هيك صفر، بعدين يصير واحد، بعدين يصير شنو؟ يصير 2، بعدين يصير 3 الى اخره.
زين من الصفر للواحد هو خما قبل صفر واحد اثنين ثلاثة لا غير اكو في التايم ديلي يعني على الصفر يوقف له شوية وبعدين يصير واحد يوقف له شوية بعدين يصير اثنين هاي الوقت اللي يوقف به هو هذا التايم ديلي هذا منو يحدده اليوزر يحدده انت ايش قد تريد الديلي بين هذا الرقم وهذا الرقم بين هاي الحالة وهاي الحالة بين هذا اللي عاز وهذا اللي عاز هذا التايم ديلي انت تحدد تقول له اريد مثلا 5 ثواني 10 ثواني دقيقة دقيقتين 20 دقيقة هذا بعد فتشي ظل يمك تمام فهو هذا اللي يصحوا له التايم ديلي إذن هسه خلنا نجي على محاضرتنا نعرف شنو التايم ديلي طبعا التايم ديلي اسهل تعريف له هو عبارة عن ريجستر او بير ريجستر يعني اقدر اخذ تايم ديلي 8 بت او 16 بت تمام فهو عبارة قلنا ريجستر او بير ريجستر هذا الريجستر او البير ريجستر راح نحمله برقم هذا الرقم هو مقدار الديلي اللي نريده هو مقدار التأخير اللي نريده تمام اجي مثلا اخذ ريجستر خلي نفرض مثلا اي العفو بي الاي عيفو الاكيوميليتر عيفو مثلا ريجستر بي او بي ريجستر بي سي انت ايش قد تريد مقدار الديلي مثلا 10 مرات 20 مرة 30 مرة اجي احمل قيمة الثلاثين مرة بالبي اقول موف اميدت بي 30 طبعا هاي الثلاثين احنا هسه دا نحكي ديسمال تشوف اش قد يقابلها بالهكسة وتكتبها او مثلا F5 8 كمثل احملها هنا بير ريجستر هذا مقدار الديلي اللي راح يصير عندي زين وراح اش اقول له ديكريمنت البي او هنا ديكريمنت البير ريجستر فراح يدخل 30 وراها شيء يصير 29 وراها يصير 28 وصولا للصفر من يوصل للصفر خلص مقدار التايم ديلي اللي اني خاله فاذا التايم ديلي هو شنو هو ريجستر او بير ريجستر احمل بي عدد رقم هذا الرقم هو مقدار التايم ديلي اللي اني اريده وهذا الريجستر يظل يتناقص لحد ما يوصل للصفر تمام هذا الحكي اللي هو مذكور هنا ريجستر اور بير الريجستر از لودد وذ ا نمبر ديبيندينج اون ذا تايم ديلي ريكواير الوقت التاخير المطلوب اللي انت ترغب به بعدين هذا الريجستر يبدي يصير له ديكريمنت يقل لحد ما يوصل للصفر من يوصل للصفر خلاص التايم ديلي ماتي طبعا بإعازات ال 8085 اكو إعاز اسمه ان او بي ان او بي معناته نو اوبريشن ماكو اوبريشن هذا شيء يسوي لي عاز هذا ينطيني تايم ديلي بمقدار 4 تي ستيت فأنا إذا أريد تايم ديلي بمقدار 4 تي ستيت أحسب مما أسوي لوب وديكريمنت وأجيب ريجستر وأحمله أنطي بس هذا اللي عاز نو أوبريشن هذا نو أوبريشن يعني لا تسوي لي شغل هذا هو المايكرو بروسيسر راح يوقف كل شغله لمدة 4 تي ستيت طبعا 4 تي ستيت إحنا حتى ما نحس بيها يعني بوقتنا الاحتيادي لأن يعني حتى مو ثانية جزء من الثانية يعني هي تي ستيت الوحدة بالمايكرو سكند مرات يقيسوها وهسه بالمايكرو بروسرات الحديثة حتى بالنانو والبيكو سكند بس هي يعني شنو بالمايكرو بروسر يعتبر هذا وقته هواي الأربعة تي ستيت فأنت إذا تحتاج فتشي 4 تي ستيت أو أقل أعطي نو أوبريشن وأخلص منها على مود ما أظل أستخدم رجسترات وأستخدم اللاينات والأدرسز وإلى آخره فإذا شيء أكثر من 4 تي ستيت لا أستخدم التايم ديلي اللي إحنا نعرفه تمام؟ طبعا بالمناسبة أنتوا هاي المحاضرة مالتكم وهذا توضيح هذا توضيح بالمحاضرة مثل ما عرفنا يعني هناك أكو شغلات أذكرها بهذا التوضيح ما موجودة بالمحاضرة أكو شغلات موجودة بالمحاضرة ما موجودة هنا فأنت يعني اسحبهم اثنين يخليهم بيدك وافتح الفيديو كبر السكرين وعلى الحكي ما تتبع راح تفهم المحاضرة إن شاء الله فهذا الإعاز اللي هو NOP اللي هو No Operation هذا ينطيني Time Delay 4 T State زين إيش دا يقول؟ دا يقول التايم ديلي هذا شلون أحصله؟
احصل عن طريق البرمجه، عن طريق البرمجه اروح اجيب ريجستر احمله بالقيمه المطلوبه. هاي شوفوا التايم ديلي كان بي انتروديوس باي لودينج ذا ريجستر والسم ديزاير نمبر، يعني اروح اجيب ريجستر احمله بالقيمه اللي اريدها وبعدين اظل انقص لحد ما اوصل للصفر. وده يقول هذا موجود بتطبيقات عديده مثل الساعه الديجيتال، مثل الترافيك كنترول يعني السيطره على الترافيك، الديجيتال بروسيسنج كنترول، والعديد من التطبيقات الاخرى. الديلي بالسيستم يعتمد على شغلتين، الكلوك مال السيستم، والشغله الثانيه اللي يعتمد عليها عدد، اريدك تنتبه هنا، عدد مرات تنفيذ الايعاز داخل اللوب، عدد مرات تنفيذ الايعاز داخل اللوب وياي the number of times the instruction are executed inside the loop. Inside the loop يعني عندي إعاز معين، عندي إعاز معين، إعاز معين أريد هذا الإعاز مثلا بداخل اللوب ينعاد 10 مرات، 20 مرة، 30 مرة. زين، هذا الإعاز هو شنو؟ هو اللي يعتمد على التايم ديلي. فهنا هسه نجي تايم ديلي وذ ون ريجستر، ريجستر واحد، ريجستر واحد، اي ريجستر، اي بي سي بغض النظر، ريجستر واحد. زين، ايش راح نسوي؟ نحمل الريجستر بقيمه، اجيب اي ريجستر بي سي دي اي اف، اي ريجستر الاف، لا الاف الفلاج اي فو، مثلا ريجستر بي حملته بقيمه معينه، وراها شو اسوي؟ ادخل بلوب، هاي هنا طبعا فاليو، ادخل بلوب وهنا شو اقول له؟ اقول له ديكريمنت، نقص لي البي، وراها اسال اقول له البي تساوي صفر اذا اي انهيلي، واذا لا ارجع من جديد. وهم راح ينفذ اللوب وبينقص، مثلا هي قيمتها 8 نقصها 1 صارت 7، 7 تساوي للصفر، لا ارجع صارت 6، يرجع يرجع لحد ما صارت 0، 0 يساوي 0 اي انهي لي البرنامج. تمام، هذا هو اللي شو نقول تايم ديلي وذ وان ريجستر. فباعه شو يسوي؟ حمل الريجستر. شلون حمله؟ موف اميدت الريجستر اللي عندكم ب8 بت، وراها اسوي اللوب، وراها ديكريمنت الريجستر، وراها الريجستر يساوي صفر اذا يس انهيلي، اذا نو ارجع. طبعا اللي يساوي صفر هاي جمب جمب نو زيرو، يعني اذا 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 ما يساوي صفر اقفز عيد، وإذا يساوي صفر لا أطلع من البرنامج. جمب نو زيرو يعني إذا مو صفر أرجع عيد اللوب، إذا صفر أطلع من اللوب. تمام، هذا السلايد إيش يقول؟ يقول يا أبا إذا أريد أولد سمول ديلي، يعني ديلي صغير، راح شو أسوي؟ أستخدم ريجستر واحد. زين، ايش يقول؟ يقول يا ابي مثلا اعتبروا هذا البرنامج عندي باع هذا الإعاز، هذا الإعاز موف اميدت سي بقيمه 10، طبعا هاي العشرة هي بشنية؟ هي بالهكسا ديسيمال، هي بالهكسا ديسيمال، بال بالديسيمال 16 يعني. زين، هذا الإعاز كم مرة يتنفذ؟ مرة واحدة، وراها decrement C، يعني هي السي قيمتها مو 10 هكسا أو 16 ديسيمال، نقص ليا، فراح يظل ينقص وصولا للصفر. فعندك ذني الإعازين راح يتنفذن كم مرة؟ 16 مرة. بعدين من يوصل للصفر هذا الإعاز يتنفذ مرة. طبعا هذا الإعاز ياخذ 7 تي ستيت، هذا 4 تي ستيت، هذا ياخذ 10 تي ستيت اذا دي يسوي جمب نو زيرو.
بس آخر مرة مو 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 توصل قيمته للصفر يقوم ياخذ 7 تي ستيت. يعني شوفوا الجمب نو زيرو راح يتنفذ 16 مرة، 15 مرة ياخذ 10 تي ستيت، والمرة الأخيرة ياخذ 7 تي ستيت. تمام، هاي طبعا احنا باعوا للسهولة للتقريب ناخذها كلها 10 تي ستيت، لان 7 تي ستيت يعني ايش قد هي فرق 3 تقريبية، فاحنا للسهولة ناخذ كل 10 تي ستيت. تمام، هسه هنا باعوا على هذا المخطط، نقول له ستارت، حمل الريجستر بالرقم اللي نريده، قلل الريجستر، الريجستر ساوى للصفر اطلع، ما ساوى للصفر ارجع وعيد، وهكذا. زين، خل نجي على هذا المثال اللي عندنا، هذا مثال، هذا طبعا اجيب لكم اياه بالامتحان هيك بهالطريقه. اقول لك what is the time delay، شنو ايش قد وقت الديلي اللي راح يولد هذا البرنامج، مع العلم انه الكليك فريكوانسي 2 ميجا هرتز، طبعا الفريكوانسي يساوي لي ايش قد 2 ميجا هرتز. زين، بهيج حاله التايم شو يساوي؟ التايم يساوي لي عكس الفريكوانسي، يعني 1 على اف، ويساوي لي ايش قد 1 على 2 ميجا، ويساوي لي ايش قد نص مايكرو سكند، وهكذا. شوف انت شلون تحسبها. تمام، زين، هسه اريد اجي احسب التايم ديلي اللي عندي. باع التايم ديلي ايش راح يصير؟ هذا خلنا نمسح هاي على مود بدون خربطه. باع البرنامج راح اقسمه قسمين. اول برنامج ايش يقول؟ دي يقول موف سي اف اف، موف سي اف اف. خلنا نجي هنا نكتبه البرنامج مالتنا على مود نفهم ايش دا يصير. باع البرنامج مالتنا ام في اي سي اف اف، ام في اي سي شنو اف اف هنا، يعني قبل راح يقول السي تساوي لي اف اف. تمام، هاي الخطوة، هاي الخطوة تاخذ 7 تي ستيت. زين، هسان ايش قد قيمة ال سي اف اف؟ اف اف يعني ايش قد بالديسمال؟ 255، طبعا هي 256 اللي هي يعني من صفر ل 255. زين، وراها ايش راح اقول؟ راح اقول لوب، ديكريمنت السي، هذا ايش قد ياخذ؟ ياخذ 4 تي ستيت. هذا معناته شنو؟ يعني ديكريمنت السي، السي هي ايش قد؟ مو 256، راح ايش قد تصير؟ راح تصير 254. بعدين شجي شو اقول له؟ اقول له جامب نو زيرو، جامب نو زيرو، هذا شنو الجامب نو زيرو؟ ياخذ 10 تي ستيت، ياخذ 10 تي ستيت. شلون هذا البرنامج اللي هنا شفناه؟ تمام، جمب نو زيرو. هسه راح نجي، طبعا هو نفس هذا السلايد هنا بس دا اوضح لكم اياه هناك على مود تفهمون ايش دا يصير. باعوا، اجى البرنامج حمل السي ب اف اف، اف اف قلنا معناته 255، ديكريمنت السي صارت 254. هل 254 مساويه للصفر؟ زين، إذا مساوية للصفر راح ينهي البرنامج، إذا ما مساوية للصفر راح يرجع يعيد اللوب،
وهكذا راح ينفذ. يعني هاي الخطوه دا تشوفوها، هاي نقدر نعتبرها الاوتسايد ذا لوب، وهاي انسايد ذا لوب. انسايد ذا لوب اذا البرنامج مالتي انا هسه هو شيء يريد ايش قد التايم ديلي، هذا البرنامج ايش قد ياخذ تايم ديلي. فاذا التوتال تايم مالتي ايش راح يساوي لي؟ تايم اوتسايد ذا لوب احنا نصيح له التي او اوتسايد ذا لوب، هذا زائد التايم اللي هو نصيح له تي ال، يعني اللي هو التايم اللي باللوب. الاوتسايد ذا لوب خارج اللوب، والتايم اللي باللوب. زين التايم الاوتسايد ذا لوب شلون اطلعه؟ اخذ كم تي ستيت عندي، كم تي ستيت عندي، اضربها في التايم. تايم طبعا احنا هنا طلعناه اللي هو مقلوب الفريكوانسي. فالتي اوتسايد ذا لوب شو يساوي لي؟ كم تي ستيت؟ 7. في ايش قد؟ في نص. في عدد التكرارات، ما هو عدد التكرارات هو 1، فهذا ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 3.5 مايكرو سكند. ليش مايكرو؟ لان هاي 2 ميجا، 2 ميجا من تصعد لي فوق راح تصير مايكرو سكند. هذا شنو؟ هذا اللي هو التايم اوتسايد ذا لوب. زين شلون احسب التايم انسايد ذا لوب؟ تايم لوب نفس الشيء، هذا اللي عاز ايش قد يحتاج ل 4 تي ستيت، اقول 4 تي ستيت. هذا اللي عاز ايش قد يحتاج ل 10 تي ستيت، 4 زائد 10. في التايم اللي هو 1/2، في عدد التكرارات، في عدد التكرارات هذا يكرر نفسه 255 وهذا يكرر نفسه 255، فكلها اضربها في 255. ايش قد راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي 1.785 مايكرو سكند. زين هسه تي الكلية، تايم ديلي الكلية شنو؟ هذا الرقم زائد هذا الرقم، تمام؟ ايش قد راح يطلع؟ راح يطلع 1.785 مايكرو، ما ادري شنو احنا شنو نقول، تقريبا 1. ايش قد يعني عادة احنا نقدرها قبل نقول 1.8 ملي، لان هنا بالمايكرو، بالمايكرو 1.8 ملي، تمام؟ هذا الحكي مذكور بالشيت مالتكم. باعه هنا ايش دي يقول؟ دي يقول التوتال ديلي، توتال ديلي الكلي، التايم اوتسايد ذا لوب ويا التايم مال اللوب. هنا التي ستيت هاي 7.5، وهنا التي الكلية 4 زائد 10 في التايم في عدد مرات التكرار، وهاي يطلع لنا. بعد دا يقول، دا يقول هاي ملاحظة، شوفوا من اخذ ريجستر واحد، من اخذ ريجستر، اي ريجستر بي سي دي، اعلى قيمه ايش قد اقدر اخلي بي؟ اف اف. اقل قيمه 0 0، واعلى قيمه ايش قد؟ اف اف. فاحنا هسه من حلينا هذا المثال اخذنا، اذا دا تشوفون اف اف اللي هي اعلى قيمه، اعلى لوب اقدر احصله بواحد ريجستر. فايش دا يقول؟ دا يقول ذا ماكسيمم تايم ديلي از جنريتد باي 1 ريجستر هي ايش قد؟ هاي القيمه اللي هي تقريبا 1.8 ملي سكند. زين هذا الحكي اللي ذكرناه موجود كله بالمحاضره مالتكم. هسه احنا ايش عندنا؟ عندنا هنا سؤال، هذا هومورك تحلون لنا اياه، هومورك لطيف. يقول يابا، يقول احنا بذاك المثال مو اخذنا السي تساوي لي اف اف،
زين إذا سي راح تساوي لي 78 أو أي 3 أو 5 إي، طبعا هاي بالهكساديسمال، إيش راح يطلع التايم ديلي؟ طبعا أهم أن تأخذون الكلوك فريكونسي تأخذوه 2 ميجا هرتز، تمام؟ ماخذين 2 ميجا هرتز، بيقول شنو إيش قد التايم ديلي؟ فشي كلش سهل كلش طبيعي، مجرد بمكان مال اف اف ونفس البرنامج، يعني نفس البرنامج السابق بس بمكان اف اف، مره تخلوا لي هاي، مره تخلوا لي هاي، مره تخلوا لي هاي، هاي تحلوا هوم ورك وتدزوا لي اياه. زين هذا السؤال يختلف، اريدك تركز لي بيه. ايش دي يقول؟ دي يقول اني منطيك التايم ديلي، اني منطيك التايم ديلي، احنا مو قلنا التوتال تايم او التايم ديلي، تايم ديلي هو التايم اوتسايد ذا لوب زائد التايم مال اللوب، وسوينا شلون ذيك الساعه طلعنا. هسه وش دا يقول؟ دا يقول هذا التايم الكلي اني منطيك اياه، واني منطيك كل شيء، بس عدد مرات التكرار هنا ما منطيك اياها. ايش قد عدد مرات التكرار؟ كل السهله هذا الإعاز اللي هو التي او، هذا التي او شو يساوي لي؟ تي او شي يساوي لي 7 اللي هو 7 تي ستيت، في ايش قد؟ في نص. وايش قد راح يطلع لي؟ راح يطلع 3.5 مايكرو. زين التي ال شي يساوي لي؟ التي ال شي يساوي لي؟ يساوي لي 4 زائد 10، 4 زائد 10 في نص في عدد مرات التكرار. 4 زائد 10 14 في نص، 14 في نص، مو 14 في نص اللي هي 7 راح تصير 7 7 مايكرو في عدد مرات التكرار. عدد مرات التكرار افرضها ان لان مجهولة. هسه التايم الكلي ايش قد؟ 1 ملي. وتساوي لي الواحد ملي ايش راح تساوي لي؟ واحد ملي ايش راح تساوي لي؟ 3.5 مايكرو زائد 7 مايكرو ان. هسه رياضيات بس عدي هذا مجهول، احول هاي لهذا الطرف بعدين اقسم على هذا راح يطلع لي الان، تمام؟ الان ايش راح تمثل لي؟ راح تمثل لي عدد مرات التكرار. طبعا الان يطلع بما يقارب 142 بوينت مدري ايش قد، انت تاخذ 142 تحولها للهكسا تطلع 8. هاي هم حلوها ودزوا لي اياها هوم ورك، تمام طلابنا؟ زين هسه تايم ديلي وذ بير ريجستر يعني شنو؟ مثلا محتاج ديلي عالي، ديلي عالي ما يتحمل انه استخدم ريجستر واحد، او اريد تايم او اريد تايم ديلي اكثر من ريجستر واحد راح استخدم بير ريجستر. نفس الشيء البير ريجستر شنو؟ اكثر قيمه اقدر احط به اف 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 4 افات، تمام؟ هنا شو راح يصير؟ اقول ال اكس اي مثلا ريجستر، مثلا اقول بي، من اقول ليش انا ما اخذ ال اكس اي على مود اخذ بير ريجستر، على مود اخذ بير ريجستر، من اقول له بي هو مبدئيا راح ياخذ البي والسي. زين وراها اقول له ديكريمنت، زين ديكريمنت وراها اني لازم اقول له جامب نو زيرو. بس شلون اعرف هذا الريجستر وصل للصفر؟ طبعا عن طريق اعاز اور. انتو الاور ماخذيه العام باللوجيك، الاور يطلع صفر صفر بس اذا كان عندي صفر صفر الناتج مالته راح يصير صفر. فاني اسوي اور للاي، اذا اقول لاور للاي ويا الريجستر بير ماتي، اذا اوصل للصفر، اذا اوصل للصفر هنا اللوب مالتي راح يكمل ويطلع، اذا ما وصل للصفر راح يرجع يعيد اللوب. هنا ليش استخدمت الاور؟ ليش احتاجت الاور؟ لان عندي بير ريجستر، تمام؟ هنا بقى على هذا المثال ايش دا يقول؟ دا يقول وات از ذا ماكسيمم تايم ديلي، هم يريد التايم ديلي،
ويبي الريجستر. طبعا باعوا، اذا بالسؤال من طيتكم الفريكونسي تاخذ ال، اذا من طيتكم الفريكونسي تاخذ هي مال المايكرو بروسيسر نفسها. يعني باع ال يعني مال المايكرو بروسيسر الستاندر اللي هي 2 ميجا، 2 ميجا هرتز، تمام. هسه باع، خلينا نجي هنا ايش يقول، نقول ال اكس اي ال بي اف 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 اف، حلو، ديكرمنت البي، وراها موف السي للاي، وراها اسوي اور البي ويا الاي. اذا الناتج صفر انهي لي، اذا مو صفر ارجع عيد. زين هاي شلون احسب التايم ديلي مالته؟ نفس الشيء، هاي اللي هو الاوتسايد ذا لوب وهاي الانسايد ذا لوب. فانا ايش راح يصير؟ راح يصير 10 في نص. هنا ايش راح يصير؟ راح يصير 6 زائد 4 زائد 4 زائد 10 في نص في عدد مرات التكرار. عدد مرات التكرار 4 أفات اللي هي تمثل لي هذا الرقم 65000. 65000، 65 كي. الناتج مال هاي اجمعه ويا الناتج مال هاي راح يطلع لي التوتال تايم ديلي، تمام طلابنا. يعني بالضبط نفس الـ نفس ال1 الريجستر واحد، ما فرق شيء، بس مجرد هنا فرق بالبرنامج وفرق بهاي العدد الديليات والى اخره. هذا هوم ورك تحلونه اياه. زين نفس ذاك اذا يقول اذا التايم، اذا عدد مرات التكرارات هيك او هيك او هيك، تحلوا لي اياها. وهذا اكتبوا لي برنامج على مود تايم ديلي يطلع لي 5 ملي. طبعا باع بالمناسبه انتبهوا لي، ركزوا لي على الوحدات مال الملي والمايكرو، هاي اريدكم تنتبهوا لي عليها، تمام. هذا ايضا هوم ورك، زين تحلوه وتدزونا اياه. زين هسه عندنا فد موضوع لوب وذن لوب، يعني لوب ببطل لوب. شنو الترتيب مالته؟ هذا سهل، ما عندنا شيء، لوب ببطل لوب. باعوا هذا برنامج، هنا موف اميدة ريجستر وهنا هم موف اميدة ريجستر، يعني راح يصير عندي لوبين. باعوا، خلنا نفرض هذا الريجستر الاول، خلنا نفرض حملته بأربعة، هذا الريجستر الثاني حملته بخمسة. خلنا نفرض هنا راح يكرر نفسه 5 مرات، راح يطلع هاي الأربعة ايش قد صارت؟ صارت 3. راح يرجع يعيد، هم راح يعيد نفسه 5 مرات، راح يرجع صارت 2، راح يرجع يكرر نفسه 5 مرات، راح يطلع صار 1، هم يرجع يكرر نفسه 5 مرات لحد ما يصير 0. يعني شنو اللوب الخارجي؟ اللوب الخارجي عادي، هو ايش قد انا منطي 5 يتكرر 5 مرات، 10 يتكرر 10 مرات، بس اللوب الداخلي مثلا ويا كل تكرار راح يكرر نفسه ايش قد انا منطي. فهنا لوبين عندي، يصح ولا تايم تايم ديلي جنريتد لوب وذن لوب، يعني لوب بطل لوب. زين هذا شلون احسب التايم ديلي مالته؟ نفس الشيء، ما راح يفرق عندي شيء، كالآتي. باوع، كالآتي، ما راح يفرق عندي شيء. شوف هنا ايش دي يقولوا لي، باع طلاب ويانا ايش دي يقول هنا. هذا طبعا التايم اوتسايد ذا لوب، تايم اوتسايد ذا لوب هذا ما يفرق عندي، هاي الخطوه الاولى. هذا قبل تقول 7 تي ستيت في نص، خلصنا من هاي الخطوه، راحت. انا مشكلتي وين بهاي اللوبات؟ صارت لوب وبطل لوب. شلون باع ايش دا يقول؟ دا يقول اللوب الكليه، دا تشوفون باعوا هذا كله نصيح له، خلينا نصيح له اللوب الثاني كله، هذا الكبير وهذا الصغير، هذا دا تشوفوا هذا هو اللوب الاول،
يلوه باعه. البي بش قد متحمله ب38 والسي باف اف. هنا راح يكرر نفسه اف اف وهذا راح يكرر نفسه 38، فال38 راح يصير 37. ال37 راح تكرر نفسها هنا ايش قد اف اف وراح يرجع يصير 36 وهكذا. فاذا اللوب الكلي، اللوب الكلي ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي ال2 نفسه، ال2 نفسه. زين ال2 ال2 ايش راح يساوي لي؟ راح تساوي لي ال2 زائد ال1 مو زين. ال1 ال1 ايش راح تساوي لي؟ ال1 ايش راح تساوي لي وال2 ايش راح تساوي لي؟ زين باوع نفتح قوس، ركزوا وياي هنا طلاب، ركزوا وياي هاي حيل مهمه. باوع وياي اقول تي ال1 زائد تي ال1 زائد تي ال2 في عدد مرات التكرار الكلية اللي هي ايش قد هاي 38. 38 اللي هي ايش قد تساوي لي بالديسمال 56. التي ال1، التي ال1 هي منين جاية؟ جاية من 4 زائد 10 في نص في عدد مرات التكرار اللي هو اف اف، يعني 4 زائد 10 في نص 1 على 2 في اف اف اللي هي 255. هذا خليه 1 زائد ال تي ال 2 هي منين جايه؟ 7 و 4 و 10 فش اقول 7 زائد 4 زائد 10 في نص. والكلي، الكلي في هاي ال 38 اللي هي في 56 تمام. وهذا الناتج يطلع لك. الناتج مال هذا اجمع ويا الناتج مال هاي الخطوة الاولى اللي هي 7 في نص اللي هي الاوتسايد ذا لوب. فهمتوها طلاب؟ يعني بقى على مود اوضح لكم اياها شلون تكون. عندي اللوب الخارجي خلينا نقول يكرر روحه 5 مرات، يعني راح يصير 5 وراها 4 وراها 3 وراها 2 وراها 1 بعدين يلا يوصل للصفر، يعني يكرر نفسه 6 مرات. واللوب الداخلي خلينا نقول يكرر نفسه 3 مرات. زين هسه الخمسة اجي دخل على اللوب الاول، الخمسة كررت نفسها 3 مرات والأربعة كررت نفسها 3 مرات والثلاثة كررت نفسها 3 مرات والاثنين كررت نفسها 3 مرات والواحد كرر نفسه 3 مرات والصفر كرر نفسه 3 مرات. فاللوب الخارجي هو كم مرة متكرر؟ متكرر 6 مرات. واللوب الداخلي ايش قد متكرر؟ متكرر 3 مرات. فاني التي ال1، التي ال1 راح اضربه في 3 بس التي ال1 زائد التي ال2 التوتال راح اضربه في 6 تمام طلابنا. زين هسه اذا نرجع للمحاضره مالتنا هنا خلي لكم هومورك لاخ. هاي هومورك ده يقول لك يا با اذا شلنا البي والسي وخلينا بمكانهم هذا الرقم وهذا الرقم ايش قد راح يطلع لي التايم ديلي؟ تمام هاي همين تحلوها وتدزوا لي اياها هومورك. بقى هسه عندي فد ملاحظه، طبعا هاي الملاحظه تعتبر هي شلون يعني الديس ادفانتج او المضار، او المضار بقى انجاز التايم ديلي بهاي المضار الاتيه. اول شيء حساب التايم ديلي تيودس يعني مرهق او شاق. شفتوا هسه تو من دا نحسب يراد حاسب او رياضيات وزائد وناقص، وطبعا احنا شنو دا ناخذ برنامج كلش قليل
قبل 5 خطوات، قبل 10 خطوات. هذا إذا تيجي تدخل بصبروتين قبل 30 خطوة، قبل 40 خطوة، وكو صبروتين تاخذ 7 تي ستيت، وكو 10 تي ستيت، وكو 3 تي ستيت، وكو 4، فهذا يصير مرهق. زين، هذه المضرة الأولى. المضرة الثانية بالتايم ديلي، المايكرو بروسيسر راح يوقف شغله. شو يقول لك؟ يقول لك المايكرو بروسيسر از اوكيبايد ويتنج ذا تايم ديلي. يعني شنو اوكيبايد ذا تايم ديلي؟ كالآتي، عندي برنامج دا اريد انفذه، تمام، برنامج نفذته، هذا البرنامج لازم يروح على لوب وبعدين يرجع ينفذ هذا البرنامج. من المايكرو بروسيسر راح لهذا اللوب، المايكرو بروسيسر راح يوقف كل شغله لحد ما يخلص التايم ديلي، يلا يرجع يكمل شغله. فيعني شنو؟ يعني المايكرو بروسيسر ايش ده يسوي؟ بكل صراحه مايكرو بروسيسر اكيبايت يعني شنو؟ وقف التايم ديلي، احتل المايكرو بروسيسر. والنقطة الثالثة نيد اكيورسي، يحتاج لدقة. شلون تغلبوا على هاي الحالة؟ صمموا تشيب اسمه 82 54 54 54، تمام؟ هذا ال 82 54 هو يولد لقام التايم ديلي. طبعا بالمناسبة إذا الله طانع عمر وإن شاء الله السنة الجاية من تجوني بمرحلة ثالثة، هذا ال 82 54 راح أشرح لكم إياه بمادة الريل تايم سيستم ديزاين بالتفصيل الممل، يعني بشابتر كامل عندنا بس على هذا الشيء، على ال 82 54، تمام؟ هسه لهنا خلصت محاضرتنا. لهنا عندي مايكرو بروسيسر ابلكيشن وذ تايم ديلي، هذا في التطبيق فد برنامج، خليت لكم برنامجين هذا وهذا، هذا تطبيق للتايم ديلي بالمايكرو بروسيسر. هذا البرنامج شو يسوي؟ كاونتر بس يعد اب من 0 للـ9، يعني 0 1 2 وصولا للـ9، بس اريد بين عده وعده تايم ديلي 0.5 سكند، يعني نص ثانيه، يعني يصير 0 ينتظر نص ثانية بعدين يصير 1 ينتظر نص ثانية بعدين 2 ويطلع لي الاوتبوت على بورت 33. فانت انتبه هنا، لازم اني اخذ لوب ابو 9 يصير لديكريمنت، بس يصير اكريمنت المن، يعني زيادة المن للعداد، لان 0 بعدين يصير 1. هذا يعني تطلعون عليه وتحسب هنا تايم ديلي وتشوف شنو البرنامج، تمام. المثال الثاني شنو هو؟ بيقول اريد اولد سكوير ويف، سكوير ويف يعني موجه مربعه، زين، ويا بريود 500 اذا عندي الفريكوانسي هلقد، تمام، وطلع لي على بورت 00. فهمين لازم يصير عندي ديلي وهذا الشيء همين تطلعوا عليه، افهمونا منه لين تجي هيك افكار بالامتحانات، تمام. يعني تجي هيك افكار، ما اقول لك اكتب برنامج لا، وانما احسب لي تايم ديلي، يعني بحسبته هذا على مود تحسب التايم ديلي مالته. زين، ايش تجي تقول التايم سايد العفو التايم اوتسايد ذا لوب، فراح تقول 7 + 4 + 4 + 4 + 7 زائد 10، هذني كلهن اضربهم في شقد في نو في هاي مقلوب الفريكوانسي، بس هذين كلهن ما يكرر الروحن، يعني هي مره واحده وراها اجي على هذا اللوب. ايش راح اقول؟ راح اقول 4 زائد 10 في نص في عدد مرات التكرار، عدد مرات التكرار اللي هي ايش قد؟ هاي الان، الان اذا مجهوله شوف انا لازم منطيك التايم الكلي وهكذا، تمام. لهنا خلصت محاضرتكم لهذا اليوم، أتمنى استفاديتوا منها، وإذا عندكم سؤال أو استفسار ادخلوا سئلوني ايش وقت ما تريدون، والهوموركات حلونا ياها ودزونا ياها لأن هاي عليها تقييم. تحياتي لكم.